نهضة الأمم ومكانتها تقاس بمعايير عدة، على رأسها العلم والثقافة. ولأن عام 2016 هو عام القراءة، فقد حرصت دولة الإمارات على إقامة العديد من معارض الكتاب، ومنها معرض العين للكتاب الذي يقام في مدينة العين في دورته الثامنة. وسط حضور واسع من محبي القراءة والثقافة، انطلق المعرض معلنا موسما جديدا يضم أكثر من 60,000 كتاب، وبمشاركة العشرات من دور عرض وإنتاج الكتب. ما شاء الله، بعد المبادرة زاد الإقبال من جميع المراحل السنية على دعم هذه المبادرة، ومما أدى لزيادة التنافس والثراء الثقافي لدى المواطنين. العائلات والشباب حرصوا على المشاركة في هذا المعرض الغني بمخزونه الثقافي، ومن منطلق مبادرة عام القراءة في دولة الإمارات زاد الإقبال على التنافس لتحقيق هذه الرؤية المستقبلية. مش أول مرة، هاي إحنا شاركنا قبل كده، بنشارك في معرض العين لأنه كتير من طلبة المدارس بيقبلوا على المعرض، فإحنا حضرتك فئة الطلبة الابتدائي والإعدادي، إحنا هيدا شغلنا على الفئة، فئة الابتدائي والإعدادي. ويضم المعرض حلقات نقاشية أدبية وفكرية تتيح للزائر الالتقاء بأهم الكتاب في المنطقة، كما تستهدف الفعاليات الأطفال لتطوير قدراتهم على القراءة وإدراك أهميتها في حياتهم اليومية. تقاس الأمم وتبنى الحضارات بعلمائها وعقولها. من هنا جاء عام القراءة بدولة الإمارات لبناء أجيال تدعم اقتصاد المعرفة وتبني جيلا حضاريا واعدا. حسن الأحمدي، سكاي نيوز عربية، مدينة العين.